بوابة في منتصف الغابة وستحميك من الهجوم النووي. ملجأ ألماني مخصص للحماية من أي ضربات نووية، ويعود لحقبة الحرب الباردة، ويمتد على مساحة 850 متر مربعا ومدعما بجدران خرسانية بسمك 3 أمتار. هذا الملجأ الأرضي سادة استخدم من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزود بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام للصرف الصحي، بالإضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة ومستودع للأغذية. والغريب أن موقع إي باي الشهير عرض الملجأ للبيع مقابل 1.6 مليون يورو، لكن رغم ذلك يتوجب على المشتري إجراء عدد من الإصلاحات حيث تم قطع التوصيلات الكهربائية. الآن برأيكم، هل سيكون هناك مشترون لهذا المخبأ؟ ولماذا؟